نتلقى هذا الاتصال احنا معانا الدكتور عبد الوهاب الغندور الامين العام السابق لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء. دكتور عبد الوهاب مساء الخير. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك. يعني شايف ازاي حال التعليم الفني في مصر والى اي مدى حدث تطوير له خلال السنوات الاخيره؟ خليني الاول احيي حضرتك واحيي العزيز الدكتور محمد مجاهد اللي بقالي مده ما شفتوش، وهو رجل تفاني في عمله ويكره الاضواء وروح على طول. بس احنا نجحنا بقى ان احنا يبقى ضيفنا النهارده. واروح على طول على الاجابه عن سؤالك. يمكن يعني انا سعدت بالعمل مع الدكتور محمد من اول سنه 2014، وعصرنا سويا تبني الدوله لنماذج من كيانات التعليم الفني التي تعالج المشاكل اللي بيعاني منها التعليم الفني في مصر. النماذج دي كانت مع شركاء أجانب لهم من الخبرة في هذا المجال، والكيانات دي نجحت، وابتدينا سوا نخوض تجربة أو تحدي تعميم هذه النماذج الناجحة على مدارس التعليم الفني في مصر، بحيث أن الناس تبتدي تشعر بهذه الطفرة، أن احنا بقى عندنا بعض النماذج التي توفر لسوق العمل خريجين يمتلكوا الأدوات المطلوبة في سوق العمل. ويمكن ابتدينا الكلام ده سوا ابتداء من منتصف 2014 أو آخر 2014. أعتقد أن من سنتين تقريبا ابتدت وزارة التربية والتعليم تتوسع بفاعلية في تعميم النماذج الناجحة للدولة في التعليم الفني على قطاع التعليم الفني في مصر، ويمكن شفنا نواة هذا التعميم فيما سمي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. ومدارس التكنولوجيا التطبيقية دي أعتقد أن التهافت عليها دلوقتي أصبح شديدا جدا، وأعتقد أن الوزارة بدأت تتوسع في إنشائها. وأعتقد كمان أن النموذج ده بيستخدم في تطوير ما هو قائم أيضا في قطاع التعليم الفني في مصر. القصة مش هتظهر بعد سنة أو سنتين، ولكن الأهم في هذا الموضوع إن في توجه جدي من الوزارة في تعميم هذه النماذج الناجحة على قطاع التعليم الفني، وبداية الطريق بدأ صح يبقى نهايته هتبقى مثمرة إن شاء الله. ممتاز. ليه إحنا محتاجين إن إحنا نزود فعلا مساحة الجزء العملي في الدراسة ونقلل الجانب النظري يا دكتور عبد الوهاب؟ إيه الفكرة من ورا ده؟ دي فكرة بسيطة جدا، ان التعليم الفني مبني على الجانب العملي، واحد بيشتغل بايده، فبالتالي ما ينفعش يبقى الجزء النظري اكبر، يبقى متخرج وعنده خبرة وعنده تجربة مش مجرد كلام على ورق. حضرتك يبقى متخرج عنده مهارة، يعني مهارة صحيح. في جراح ما يعرفش يعمل عملية، هي نفس الفكرة، فبالتالي الجانب العملي هو الأساس. عشان كده بيقول لحضرتك ان الامتحانات بتاعت هذا النوع من التعليم بتبقى امتحانات تعتمد على الاطمئنان اذا كان الطالب والخريج اكتسب المهاره المطلوبه في تخصصه في سوق العمل ام لم يكتسب، مش هيتنقل بورقه امتحان نظري، والا نبقى بنضحك على نفسنا وبنصدر لسوق العمل بطاله. ممتاز. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب الغندور الرئيس السابق لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الامين العام، عفوا لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، شكرا لحضرتك.